السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كما كتشوفوا مازال حنايا فضاء نسيم نسين مسين مسين قلت لي السميه يعني هي القاعه. واحد عشان نقول لكم واحد لاصال كي دايره. يا سلام، تحياتي فؤاد فندقي. فندقي كان فندقي. شكرا بزاف بعدا على حسن الضيافه ونعم الاخلاق ونعم الرجوله. الله يسهل امورك، شكرا لك بزاف. لا مسكين، عرفتي شنو كان واقف على قدم وساق و وقف حتى طاح. لا مازال ما طاح، مازال ما طاح. نشرح لكم الاخوان كينعسوا والخر فينا وكيفيق هو الاول. كيفاش كيدير لا الله واعي. الله يعطيه، شنو نقول لك، الله يعطيه ما تمنى في خاطره وبون كوراج. كيقول له عافاك ويجيبوا لي الفطور، خصنا الفطور، جيبوا له ملوي مسمن الطبله وهي تكون عامره. شنو نقول له خويا؟ راه بزاف. نقول لكم واحد القضيه، عمركم شفتوا شي واحد كيسوق الطوموبيل بلا لاسيرونس؟ حتى المولب حتى هذا يومين قبل الحفله كتشوف الواقع، عارف ان الطوموبيل ما فيهاش لاسيرونس، ما بقيتش الوقت باش تقطع فيها لاسيرونس، بقيت بدا الطوموبيل. واخا مسكين ما عاد. يلاه شتي، كنسخر بها غير هنا يعني، ما نقدرش نخرج بها الطريق ولا شي حاجه يعني، غير هاد الدواور وداك الشيء. ولكن شي حاجه اللي غندخل لها النظر وهكاك الحمد لله نجح كل شيء. الحمد لله الحمد لله، شكرا بزاف على حسن الضيافه. وهذا جاتكم تبدلت؟ لا غزاله شتي، ماشي هكا كانت البارح. انتم الناس اللي شافوها البارح راه ماشي. حنا كل عاتني الا بغينا نديروا مناسبه غدا غنبدلوا الديزاين عاد، ما غيبقاش هكا. لا كيتبدل. كيقول هنايا كيدير الباش هنايا، كيدير هنايا كاميرا هكا وكاميرا هكا، باش اللي كيدخل داخل هنايا كتكون الصوره الاولى. ان شاء الله باش تكون عسير. انا نسبقك مازال كنقلب. مازال كنقلب. زيد دابا ندخلو. زيد دوب الحنان. بسم الله ما شاء الله. ها انتم الاخوان. ضرب لينا شي دوره خويا، وري للناس. الله يعطيك الصحه. ضرب شي دوره، عندي ليموزين. عندي ليموزين انا ضروري تلصق لي اخويا. كنشكر هاد جي الوان صراحه اللي ما كيخدم معايا. سبحان الله، غادي ماشي نقول لك فيلم ما كاينه سميت الوان كتكون الالوان. هانتو شنو الالوان تبارك الله. ماشي غير انتم عندكم مطيش 40 بوحنيكات، حنا عندنا دي جي الوان كينشط. وغتشوفوا اليوم نشط كيداير ان شاء الله. كاين القعده، فين تدفع القعده؟ كاينه رشه راها شدها وتربوكا. وي هي هي صرافي تربي التربوكا. كنعرفلاش. تحياتي للسي فؤاد. تحياتي الوان. تحياتي للاشهار. خويا عافاك خصك تخلصنا على هذا الاشهار الله يجازيك بخير. دي جي الوان. هي هي دابا غنكون درت هذا الفيديو البارح فاش كنت لابسه التكشيطه. شوفي الدخله كي دايره. شوف كنت لابسه التكشيطه البارح. يا سلام. جات معايا لاصال ياك؟ لا انت اللي جيتي مع لاصال. ياك لاصال ما جاتش معاك. نقلبوا واحد البلاصه واش راها باقا صحيحه. اناس ديال البارح. ديال البارح انا ما هبطاش من هنا تجيبوا لي العريس. لا مازال هذيك شفتها البارح كاينش تحوك تري. لا عندنا الصح. اناس ما هبطش تجيبوا لي العريس. شكون هذا العريس؟ دبروا عليه وجيبوه ليا. جيبوه ليا وجيبوه ليا. السي احمد خاصو يبان في القناه ديالك. تفضل معنا السي احمد. التريتور ياك. وافراح الجديد. افراح الجديد مرحبا بك. اغي اجي راك زين. دابا ديال فاطمه الزهراء كيقول لك اجي مسمنك بحرشتك بصيرتك. الله يحفظك سي فؤاد. ماشي كاين ماشي كاين. التريتور ديالنا بدا عام بلاتي. عندي واحد الشكر لخويا التريتور ديالنا السي افراح الجديد. البارح كانت الماكله رائعه وهائله. قلتها لك اخو فؤاد ولا ما قلتها لكش؟ هذه هي الريزولت ديالنا. الله يلا بصح. شي حاجه خليتيها لي البارح؟ خليت له شي حاجه.
دازوا فيها بالليل زنا عليها والله الا تنقول ماشي انا حكيت على غير والله عشان وفين عندهم هذه كامل ماشي انا كنت شنو دير خلي شي والله انا غادي نسطر شوف تريتور دائما كيخلي ريزيرف حيت عارف كاينين الوكاله فين في الكوزينه وهذا طلق اللايف في الكوزينه ما بقاش مع جوج ديال الصباح اشوف رشحت لك اشد لك الصندوق ديال الماتيريال لا ما شوف ماتيريال عنده هائل صراحة أنا خدمتي هذه والدومين ديالي أقسم بالله إلا برافو عليك لكن عندنا أحسن من هذا الشيء بصح أنس وصحابك ريافة ساهلين ولا خيستيش على هذا الشيء ريافة ساهلين أنا بعدها شخصيا داك الشيء خلاني بالعقل والله ما نجدك والله أي وحدة كتجي عندنا البيرو اللي كتجي تشوف هذا المنطقة كاينه ما احسن نوريكم الا بغيتو نوريكم في التليفون لينا الشرف الحبيب شوف نوريكم واحد الحاجه يعني باش تعرفوا انها افراح الجديد دائما في حله جديده لا يعني لاسيغ على مسمى لا ديرنيغ اللي عندنا يمكن تشوفوا نتوما ونوريو المشاهدين ديالكم شوفوا يعني هادشي يا سلام هائل شي العروسه هذا ديك كلشي تاع الصا اه 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 هذا ما غنخدمو في لابيسين دابا ان شاء الله ان شاء الله هذا ديال 2021 كاينه ديال 2021 دي موضه الاستاذ احمد كلمه عن داكشي اللي داز البارح بالنسبه يعني كانت واحد اللمه الناس اللي كيديروا زعما كيكونوا عندهم قنوات يوتيوب يعني انا داكشي صراحه باش تجمع لك الناس ما ساهلش ما ساهلش كل واحد جاي من منطقه واللي ملي وصلوا للقاعه ولاو عائله وحده هذاك راه باش يكون من منطقه كل الناس جات من المغرب والناس جات من اوروبا تمام نروح نهضروا المغاربه بصفه عامه جاي من طنجه من كناس من بركان ما عمرنا تجمعنا راه دابا كبيره عام ولا عندنا يوم كان عارفوا بعضياتنا ما عمرنا يعني خساره انا اللي يبقى فيا خساره اللي ما حضرش اما اللي حضر يعني راه كاين واحد الاخوه وكان داك شي واحد يعني التجانس يعني بحال اللي كانوا كيعرفوا بعضياتهم هذه بزاف دابا انا كما قلت لكم اللي بقى فيا هذوك اللي ما حضروش يعني كاينه بعد الكواليس باقي ان شاء الله باقي الكواليس ما شافوهم ان شاء الله نهار نهار تزوجتي فؤاد شوف كاع هذوك اللي داروا لي بيتس ما نعيطش ليهم ما غاديش يعرض عليك شتي راك جاي على راسك على راسك ما يعرضش عليك انت يا دير لي بيتس قسما بالله والله القسم انا بعد ما لقيت شي كلمه اكثر من فوق المستوى زعما انا بعدا والله البارحه خويا فؤاد شنو قلت لك فاش يلا دخلت مازال كاع اصلا كان تيقولوا لي الناس بزاف انا نعقل على لا انا وحق الله مازال كاع ما تفرشات لا مازال ما تصايبات فاش كنت جيتي وحق الله بقى مرونه بقى مرونه وشي حاجه مانيفيك وحق الله ما بالك دابا وقال لك فؤاد عاوتاني الا حضرتو شي عرس مور داكشي ما غتلقاوهاش بحال هكا يعني شي حاجه يا سلام شي حاجه طب طب نصحكم والله القصر انا بعدا ندبر على الراجل واخا انا ساكنه في حنيفه نجيبو لهنا هنا ان شاء الله نلتقي وان شاء الله في العرس ديال فاطمه الزهراء شكرا لكم مع السلامه سمعت حنيفه وجيت رجعت عاود ثاني حنيفه 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 غادي يكون في حنيفه ان شاء الله عيط لي الله يرحم الوالدين عيط واحد الحاجه من خنيفه شنو المهم داكشي ديال المهم خلينا دابا خنيفه دابا هذا راه مكناش اش كنهضر عليك اخويا بزاف عليك شنو بغيتي شي حاجه مخنفه راه مخنفه دابا انا جايه فين جايه تكملي شغلك عاد سيري لوين اه ان شاء
تشرف اني نبان في قناه اسلام بيسا. مرحبا بك والله. الله يرحم فاطمه الزهراء اختي حياه. بارك الله فيك اخويا. صراحه ديما كنشجعكم. الله يسهل عليك. الناس لا باش شوف انا بلاتي انا كنقولها لهم ديما. انا جو سوي كونت جو سوي الجديد ديالك باش يساينوا الجديد ديالك. اي واحد باغي شي معلومه على هذا الشيء المعلومات كونسيرن لي زانفورماسيون اي حاجه في الدومين ديال لوتيلغي هذا الشيء راه داخل في لوتيلغي ياك لا سيرفيس لا كويزين لا ريسبسيون لي طاج ولا الطوابق جايز هي لي طاج لي طاج راه داخله فيها لا ريسبسيون داخله فيها مسائل اي معلومه واي معلومه على لا تريتونس كان تخليو لي التعليق ولا صيفطوا لي في الواتساب نجاوبكم. ولكن راه القناه اصلا القناه دايرها الدروس ديال الفندقه والسياحه غير ما عنديش الوقت والله ما عندي الوقت هكا كنقيل ديما الله يحسن العوان باش غنمشي القناه ديالو فؤاد فندقي فؤاد الفندقي يعني فؤاد اوتولي باش نشد نصور ولا ندير المونتاج ما عندكش الوقت ما سيرتو ملي غتبغي دير شي درس ولا شي حاجه هي خصك تكون كونسونتري عطي تروبوزي باش تعطيني زانفورماسيون كاملين هذوك الدروس اللي دازو قدام حتى كان سالي ونلوح الفيديو ونمشي غير نتفرج في راسي كنلقى بزاف ديال المعلومات ما قلتهمش ما قلتيهمش كتنسى لا جيني نقول واحد الحاجه غتشدو ريقه تكتب لا 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 ما عندوش الوقت انا كنت استاذ في السياحه راه سبيسيو قرا السياحه اجي عاود والله انا هو الوحيد في المغرب اللي كان موظف ديميسيوني احسن دابا ديال راسك احسن ديال راسك والله الا صراحه تبارك الله عليك المهم هذيك لا دخل مع 6 دخل مع 8 خرج مع 12 داك الشيء كيعجبني نخدم هكايا نهار كامل نهار كامل وما يعجبنيش نخدم التوقيت فيكس احسن حاجه تكون تكون حر ديال راسك بصح فهمتي الوغ ليا الشرف ما تديوش على هاد الروينه حنا راه حنا كنصوروا والناس راه خدامين انتو خدامين ما تديوناش على هادي اجي اختي عارفه راه جنود الخفاء كاينين هادي في خاطر المتتبعين والمشاهدين ديال قناه اسلام بيسان بيسان شكرا شكرا لك تكونوا معنا ولكن اي واحد بغى يشرفنا البارح فاطمه زهراء حيت كانت دايره اللايف كيقولوا لها في كاينه هاد القاعه الناس الناظور ما عارفينهاش الناس الناظور هذه البلاصه هذه معروفه بستاسيون بوجيدا ستاسيون بوجيدا الله اكبر على الحق الناس اللي على برا هذا الفضاء سميتو فضاء ماسين كيتواجد في الطريق الساحلي ما بين الناظور والحسيمه كيلومتر 8 هذه المنطقه سميتها اعلاطو اعلاطو كي كتجي خارج من الناظور غادي للحسيمه يعني حنا الزغنغن هو قريب لنا غير 3 كيلومتر دابا داكشي اللي داكشي فاطمه زهراء كتقول لهم خارجه على الزغنغن عرفتي علاش حيت الزغنغن الزغنغن هنا وناظور هنا ملاقيين مدينه ملاصقه مع مدينه دابا الناس الريافه كانوا كيسولوني كنقول لهم انا قريبه للزغنغن شي حاجه اخرى ما عرفتش الو الريافه الناس اللي قراب هذه البلاصه هذه الستاسيون دي معروفه بستاسيون بوجيده وهي سميتها فضاء ماسي كتواجد هي ستاسيون ديال بيترومي اي واحد راه التليفون النيميرو التليفون ديالي في القناه ديالي مرحبا والف مرحبا الله يسهل عليك زورو باش اي معلومه بغيتوها زورو القناه ديال سي فاطمه الزهراء باش يخدم سير اخويا الله يسهل عليك اخويا الله يسهل عليكم نتمنى الله يسهل على فؤاد ويسهل عليكم ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يفيدكم وتكونوا تمتعتوا اش نقول لكم ياك بعدا اختي نوره شنو قلت لك شي حاجه انا جايه وانتم كما كتشوفوا ويلا بسلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله مع وجوه الخير Thank you.